الحمد لله، نحن عناصر وكتائب عصائب الشام اللواء التوحيد. قمنا بتدمير 17 آلية من 17 تهريج من مادة المازوت متجهة إلى دبابات النظام لتخليق النظام، واغتنام 6 منها على طريق حلب الرقة الشام طريق الرقة، وكما تم تدمير دبابة وآليات عسكرية وأسر بعض عناصر من جنود النظام. أصلكم مرابطين هنا على هذا الطريق؟ نحن بشكل دائم متواجدين، بشكل دائم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، وكان نصرا مبينا بإذنه تعالى. شو في تعزيزات عسكرية إضافية هون بالمنطقة؟ نحن حاليا بس بقى عنا قدامنا حاجز المنار. نعم. نعد العدة إن شاء الله سبحانه وتعالى بإذن الله، عم نعد العدة حاليا، وفي المطار المدني والمطار العسكري، هذول راح نضرب الأرض أراضي المطارات بالكامل لكي لا المطار المدني. المطار المدني لشو عم بيستخدموا النظام حاليا؟ المطار المدني حاليا عم بيستخدموا من أجل إنزال عتاد وذخائر. نعم. من إيران ومن الدول المجاورة الموالية للنظام. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر.